sus Megria! يتوان الدميج نور أردم قرانا قناس بارادي تندين توتريخت هولندش سفتي يعذن تشارك دي سيجن الفرقاني نزورني اسمون نوار نتريفش تعرفت هولندشت حدان دي ستاس نوهي مرومي يعجب المسرح يومي قان زمقرية ينزورنا يسيوذن أور نغد الهوية غث مراميدن جينا تصن العروض أوروبا وستي من ذقين دي العالم من يكمر ميميلا مسرحية يتنج حسن سواتاس دي تندان تماثن نخطة ماثن بارا شهدا يوداني داي سيحضان اي ثمسوش سمك كان خرجو مغناس يوز دياري فداني تغا هولندا مثل نيجن المسرحية كينخ محمد بن سعيد يجو معروف غيري في نمارة سميمون ميمون مرحبا بك شكرا وشبتنا حياة شمي الجابي شكرا بعد اخو حطو لكم كذا شكرا خوب ديكم باش تحضروا ما كاين غرانتين العرضه ما تنتمر ديك النو بدا خصي ورد شويه المسرحيه من عند العنوان سي ويران فكره يزيد كي مسرحيه مسرحيه تنتي نسمين الزماكريه انت قنت المهاجرين الزماكريه المهاجرين الفكره المسرحيه تنتي جارنا غشنين بعد يرمسا كي مارساي مجموعه الفنانين مقاجين العمل كي مارساي فانه بزاف ديال المهاجرين مسا كان كيجي تندينت باش تقني المسرحيه دونك انه يسانت الفكره ان نقيج مسرحيه ديك سمو المهاجرين الفكره المسرحيه تاتين خدمت نشري مجموعه الممثلين جارنا خدمه كاين غير تاليف بنت العزيز الابراهيمي الاخراج راه كيت المخرج بارت كيت جندج الفنان تمقران داك هولندا المخرج تمقران بارت اومن نتقادر نتخذ مارينس باش تسيوض الفكره سمازي هولندي تعرف فرنسيس باش تسيوض الى الجمهور طبعا اللغات قصح شوي باش تخند طبعا اللغات شي حاجه كاين تيغريز مارينس ونشنين الحمد لله انه وزن وتنحش مشي نكاليز ما نغرى نشني باش نصيوض تمزقون تانيتين الى الجمهور من المغرب من كمر هولندا ونقال عرض كي هولندا اعذان نقاشين مجموعه العروض كي هولندا وقال كي فيستيفال بارادا كي جن فيستيفال مقرن كي هولندا نودي جن الشرف مقرن اتيري اللغه الامازيغيه نغبان دوناري اذي بد كي مهرجان مقرن مونيتين بارادا جن مهرجان كي جن مهرجان عالمي الدورين سويسرا دين هذه الشرف نقرن نشني لي مازال بالنسبه للعروض القمه انا غير شنا 9 العروض 12 العروض كي امستردام ان شاء الله كي السنه دي كورن تقارصني مزداغ مستردام غير المهاجرين غير مثلا غير مازيغ نتحضر انا كاين كي امستردام باش هذا شرف نصل الحضور نسمع بعد تمزكاروت وذين العروض ان شاء الله كورن كي اوروبا من تكمر ونقرصنا مثلا غير سيتي ان شاء الله انه تمزكون ثاني الناس تعجب وتطوض وتفهم المعنى مزكون انا ديج مزكون وقا شي انه ثويت مازيغ ولكن ثويت دواري للمهاجرين ام المارا كان خ ام غناس بوتز كنت حدوش بول هذا خثيني الهدف المسرحيه يا حقاش تويد الهويه النخ تويد ثقافه نعرف النخ ذاني تثقي دروس هولندا فمين تخصتيني تخدك اولا مدام زوار ونتكاري شكون خط غطيات تسيم ديما راه غطيات تكايت مثلا التغطيه نتحدث بالزوكان الممثل كي فرقه الريف المسرح الامازيغي الحسينه نخدم بيش نعمل مشتركه كي مخصقان كي هولنديين هنا المهم المسرحيه نمشي نحاول ما امكن انا كداك بزاف اللغات داك تاع هولندي داك تاع عرب داك تاع مازيغ المهم منايا اما نحاول تسمى ديج اللغه نقاد لغه ما نحاول نسيوز زاك الهدف الجمهور باش يتفاهمن من يعني الموضوع نهار المسرحيه؟ المسرحيه المهم موضوع المسرحيه هو المهاجرين الزماكريه خميت تسنا غا في مواطن مخص حسن قد مواطن خميت عقاب نعاود غا مخص قناه هولندا ما يخص الموضوع المسرحيه. لحظه راح مرجع الجمهور ذني تدا هولندي جان واخا فهم ان شاء الله حشن يعجب سن فمين تخص تختيني خدك؟ الحقيقه انا نمشي نحاول ما امكن نصيوط تسمى واخا الجمهور وتسمى تفهم شي مازيغ نحاول نمشي كام ممثلين نتكليز مع تيم قرانين باش بالنسبه لمازيغ باش تفهم من واخا تفهم شي هولندي نحاول نتفهم كممثلين نتكليز مع باش تفهم شوي الجمهور يعجب سن ديسكون لالا بويا صراحه نسكون ميد نوسا بارادا ديما حتى انا كيم الجمهور تبارك الله دام قران ديما تعمر القاعه الحمد لله مزيان الحمد لله نتمنوا ان شاء الله النجاح ديال المسيره نوم ديال المسرح ديال التمثيل ديال كل شيء شكرا بارك الله فيكم تقدر تكون خليك النيو وميتوسي من عرا حمرا كيدنا بارك الله فيكم جوج ممثلين اللي مثلوا في هذه المسرحيه نقولوا عنهم ديو يعرفونا على رؤوسهم السلام عليكم عمر احداف السلام عليكم كون كراولن كون كراولن دابا من ولا منا باللهجه المغربيه والريفيه شنو ممكن تقولنا على هذه المسرحيه شنو نقول لكم على هذه المسرحيه كيفاش خلقات
يعني خلقات من احنا كنا مشينا لمارساي مارسيليا في فرنسا كانت هي العاصمه الثقافيه ديال اوروبا 2013 عملنا واحد العمل مشترك ما بين ثلاثه ديال الدول المغرب هولندا وفرنسا. اذا بداك الساعه كنا تلاقينا مع محمد بن سعيد وحدوش بوتسوغانت وكنا تصاحبنا قبل ما نخدموا العمل اللي عملناه تما في فرنسا. كانت عندنا واحد العلاقه طيبه مع بعضنا، كنا دائما كنمشي كون محمد حدوش وانا كنمشيو نديروا الكاميله ناكلو وكيجيونا افكار. واحد المره قلت لهم لما لا باش نديروا حنا شي مسرحيه مع بعضنا باربعه بينا. ومن داك الساعه مشيت انا كنفتش في هولندا حتى لقيت واحد السيد مخرج وهذاك، ومن بعد اتصلت بالاخوان في الحسيمه، ومن بعد قلت لهم يلا نمشيو باش نعملوا واحد العمل. في الاول ما كانش عندنا فكره، كانت عندنا واحد الفكره واحده اللي كانت هي اللي جاتني منها لانسبيراسيون او لا شنو نقول لك بالعربيه الالهام باش تكون هذه المسرحيه هي الحسيمه. الحسيمه في الصيف مشيت واحد المره بان كل شيء كيهضر الهولنديه في الصيف، قلت كيفاش هذا الشيء هذا؟ واش بطاتشي اورلوخ الروينه يلا هذه ما عرف شنو. قلنا كيفاش شنو هو الاحساس ديال الوطن؟ الوطن شنو هو؟ واش هاد الناس كيلعبوا هولندا في المغرب؟ واش احنا من ماجين؟ المهم شويه بشويه حتى خلقات هاد المسرحيه هذه اللي هي عمل مسرحي يعني جديد في الجونغ ديال التياتر. كاين لو تياتر مودرن اللي ماشي مبازي على شي تكست، التكست هما حنا. حنا بدينا في واحد الورشه في الحسيمه، بقينا تما ثلاثه سيمانات، جمعنا جميع الماتريال ديالنا اللي كاين، جميع الحاجات اللي كتحرقنا اللي ما كتعجبناش اللي كتعجبنا، وحطيناها هيدا، ومن بعد في الاخير خلق هذا العمل هذا. بس فانتاسيس، الله عارف لي ديزاليا، الله عارف لي ديزاليا. فاللي قاعد فورسينغ تو ماكا بس heel mooi, want we zijn vrienden van elkaar. Dus we kunnen gewoon eigenlijk door gebarentaal komen we heel ver. اللي كيبغي يقول لك هو كونكرول على ان العامل ديال اللغه حنا هرسناه. شوف حتى هو واخا يكون هولندي ولا يوناني ولا هادي كيتلقوا مع محمد بن سعيد ولا مع محدوش، واخا الاخر كيهضر امازيغيه وكيهضر هولنديه ولا داكشي، حنا ديجا كان عندنا واحد يعني بحال حنا اصدقاء كنا مع بعضنا. هذه القضيه اللي سهلت الماموريه عاود فهمتي، باش تكون عندك واحد خيمي واحد الشيمي مع بعض. وات ماي هيفت جوهوبن از دات ايك ناتورليك هيل فول ماروكانس فريند هاب ان نيدرلاند. En dus ik heb me een beetje verdiept hoe dat gaat en na. Dus ik hoef alleen maar te zeggen, ah, gee, wa, lebes, kus me zien, kus me le, sparkelalik, wa. En dan langzaam, shway, shway. خليك غير بشويه بشويه تقدر تعدل المسرحيه، لانه هو عاود الحاجه اللي زايده عنده هو انه خلق في امستردام وكان عنده اصدقاء ديال المغاربه وداك الشيء دائما. يعني انا لقينا السيد واجد شي حاجه يقدر وكيعرف الثقافه ديالنا، كيعرف الحاجه الصغيره والكبيره، وهذا اللي خلى ان الامور تكون ماشيه مزيان. وممكن تقول لنا واش عندكم شي اعمال مقبله بربعه بكم هكا جروب؟ كاين اعمال مقبله، كاين هذا العمل هذا غادي نكملوه بعدا ان شاء الله، لان هذا اليوم الثالث، باقي لنا اليوم الرابع في اوتريخت، بعد غنمشيو لامستردام ونعملوا اربعه ايام في البارادا، ثلاثه المرات في النهار غادي نلعبوا. كما كتعرفوا الان دابا واحد الشعبيه كبيره هنايا، الناس كيعاودوا لبعضهم. غادي نمشيو للمغرب، غادي نعملوا واحد الرحله، واحد الجوله صغيره في المدن ديال المغرب، ومن بعد غادي نخليو دائما الكونتاكت اللي عندي مع الدراري في الحسيمه، المدينه اللي بقات كتعجبني بزاف، على اننا نرجعوا ونديروا اعمال عالميه لما لا في المغرب اوروبا، نهرسوا الحدود. الدول الاوروبيه الاخرى كاينين بزاف مغاربه متعطشين لمثل هذه المسرحيات او متعطشين للفن المغربي. شوف قول لهم غير يجيو مرحبا بهم، حنا غادي نوري لهم الشغل. ونيابه عنهم مرحبا بكم هنا وفي المغرب والحسيمه وجميع البلدان والمدن. الله يخليك. قالت لك اسيدي يا بنت فالكم اوفر على الحسيمه او كامل السيد امام. شكرا بزاف. المغرب قلبي يا شكرا في الديوانه. هو قال له في ماشي واش عندك شي عنوان في الديوانه؟ قال له من لا والو، انا ما عندي عنوان في المغرب، انا غير المغرب قلبي. يلا قال له دوز يلا زيد. السلام عليكم. شكرا. سلام. الفن غاسي جندور ضم قران هذا خصنا نيودان تماصن الغنية هذا السنن مكتاخ الهوية ناخذ الثقافة فما مشقال الإبداع نتيجة الأساس الحياة من تكمر.